بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم باشمهندس محمد يماني من شركة كرييتيف جروب. النهاردة بإذن الله هنكمل شرح برنامج السكتش اب بتاعنا، وهنتكلم على شوية أوامر كده بحيث إن أنا أقدر أشوف البرنامج ممكن يخرج لي حاجة 3D إزاي، وهنعمل حاجة انتيرير ديزاين صغيرة كده بحيث إن إحنا نشوف إحنا ممكن نعملها إزاي، والحاجات اللي فيها تتجاب منين ونشتغل عليه إزاي. بداية لو أنا جيت رسمت ريكتانجل عادي بالمنظر ده كده، هنعتبر إن ده مستوى أفقي، مثلا دي أرضية صالة، أرضية أوضة، أي حاجة، أرضية في مبنى يعني، تمام. ورجعت تاني الأمر سيلكت كده، وعاوز بقى أبتدي أرفع الحيطان، عاوز يبان عندي مستوى، عاوز يبقى فيه سقف وأربع حوائط مثلا، حاجة زي كده. أنا هعملها إزاي؟ عندي أمر هنا اسمه أمر بوش وبول. لو أنا اخترت الأمر ده واخترت المستوى بتاعي زي ما أنتوا شايفين، لو أنا طلعت لفوق هتلاقي إن هو بيطلع معاك لفوق، لو أنا نزلت بيه لتحت هتلاقي إن هو بينزل لتحت. طيب هل أنا ممكن أقدر أطلع بقيمة معينة أو بارتفاع معين؟ أكيد مفيش مشكلة، يعني أنا هقدر أطلع لفوق كده مثلا، وهاجي أكتب في أي مكان أنا عايز الارتفاع ده، فليكن 10، أو بلاش 10، خليها مثلا 6، 6، إنتر. زي ما أنتم شايفين الارتفاع بقى بالمنظر ده، ده كده حاجة ارتفاعها 6 متر مثلا، تمام. والديستانس زي ما أنتم شايفين أنا كتبتها، ما جيتش أكتب هنا أي حاجة خالص، بس وأنا جوه الأمر لو أنا دوست على أي قيمة ودوست إنتر هي هتتفعل وهتظهر عندي تحت، مفيش مشكلة. تاني امر عندي امر اسمه امر اوفست. لو انا اخترت امر اوفست بالمنظر ده كده، هيطلب مني اختار المستوى اللي انا عايز اعمل له اوفست. اوفست يعني هيعمل لي مستوى زي المستوى اللي موجود ده، بس هيعمله اصغر منه او اكبر منه. ازاي؟ امر اوفست اهو، انا هختار المستوى اللي هو الواجهه اللي قدامنا. لو انا جيت اخترته بالمنظر ده كده، ابتديت اتحرك لجوه، زي ما انتم شايفين بيتكون مستوى جديد، وارد يكون اصغر لو انا بتحرك لجوه، ولو انا خرجت لبره المستوى هيكون اكبر، تمام. هو ده امر اوفست. طيب هل انا وانا بعمل الاوفست ممكن ادي له قيمه معينه؟ مفيش مشكله، لو انا شغال بعد ما بختار الامر واختار المستوى بتاعي، اقول له مثلا انا عاوز الاوفست بتاعي على بعد نص، او بلاش نص، خليها مثلا 6 من 10، واقول له انتر. خلاص يبقى انا كده عندي المسافه من الخط اللي واقف عليه الماوس ده للخط اللي بره ده دي 0.6 متر، وكذلك الحال بالنسبه للمسافه ما بين الخطين دول، تمام. حاجة بس محتاجين نتكلم فيها قبل ما ندخل على الأمر اللي بعديه، أنا لو أنا عايز أحدد الشكل كله، كنا متفقين إن أنا باجي عند أمر سيلكت وأختار نقطة وأبتدي أتحرك فيعمل لي سيلكشن حوالين الشكل كله. طيب لو أنا محتاج إن أنا أعمل سيلكشن مباشرة على الشكل كله، أو كل اللي ظاهر قدامي على الشكل أو على اللوحة، كل اللي مرسوم فيها عايز أعمله على طول، إزاي؟ هعمل حاجة زي كده بإن أنا هقول له كنترول A، فهيعمل سيلكشن على كل الحاجات اللي موجودة قدامي في اللوحة. كنترول A، يبقى كده كل حاجة موجودة قدامي في اللوحة معمول عليها سيلكشن. أنا علشان هنا مش ظاهر عندي أي حاجة غير المبنى ده، فعلشان كده في هنا سيلكشن ظاهر عندي باللون الأزرق. طيب حاجة زي كده هتفرق معايا في إيه؟ هتفرق معايا إن وأنا شغال جوه أمر زي أمر موف، أنا لازم أكون محدد الحاجات اللي أنا عاوز أعمل لها موف الأول قبل ما أدخل على الأمر. لازم أكون محدد الحاجات اللي أنا عاوز أعمل لها موف الأول قبل ما أدخل على الأمر. ليه بنقول حاجة زي كده؟ لأن أنا مثلا لو أنا عايز وأنا موجود بره أختاره هنا مستوى واحد بس أو مستويين، أنا هختار مستوى وهدوس على الكنترول، فهيبتدي يقول لي، هتظهر علامة زائد أهي زي ما أنتم شايفين جنب، أهي علامة زائد بتظهر جنب الماوس. فلو أنا مختار مستوى واحد ورحت عند مستوى تاني اخترته وأنا دايس على الكنترول، يبقى كده هو فهم إن أنا عايز أعمل سيلكشن على المستويين دول. لكن جوه امر موف انا لو فتحت الامر وجيت اعمل نفس الحاجه ودوست على الكنترول هيعمل لي كوبي، لان امر موف انا لو وقفت عليه كده ظهر الديسكريبشن بتاعه بيقول ان هو ممكن يعمل موف او ستريتش او كوبي او اري، تمام، مفهوم كده. يبقى انا وانا شغال اللي بالنسبه لي مهم ان انا احدد المستوى اللي انا عاوز اشتغل عليه من بره، او الشكل اللي انا محتاج اني اشتغل عليه من بره، وبعد كده اروح اختار الامر اللي انا عاوز اشتغل بيه، فالموضوع بالنسبه لي كده هيبقى اسهل. ليه؟ لان اي زرار من الزراير اللي على الكيبورد بعد كده بتكون بتعبر عن حاجه ثانيه، لان زي ما اتفقنا ان امر زي امر موف زي ما انتم شايفين بيعمل اكتر من حاجه، كل حاجه من الحاجات دي انا مش بختارها من بره، انا بختار امر موف، وبعد ما بختاره بيظهر عندي ان انا لو دوست على الكنترول هيعمل لي كوبي، او لو انا مثلا دوست على الالت هيعمل لي اوتو فولد وهكذا. تمام؟ كده الموضوع مفيش فيه مشكله. يبقى انا مثلا محتاج ان انا احرك الشكل بتاعي ده كله، احرك الشكل بتاعي المستوى بتاعي ده كله، او الاربع مستويات دول او الست مستويات دول، محتاج ان انا احركهم كلهم معايا دلوقتي. هحرك شكل المبنى او الاوضه دي، هحركها من هنا اجيبها هنا مثلا. طيب يبقى انا في الاول انا هحدد الشكل بتاعي كله من بره، اعمل كنترول ايه مثلا،
وبعدين هفتح الامر اللي هو امر مور، هيطلب مني نقطه علشان يشيل منها الكلام ده، نقطه علشان يرفعه منها او يحركه منها. هختار مثلا النقطه دي وابتدي اتحرك، هيتحرك معايا. طيب لكن لو انا مش عامل سيلكشن على اي حاجه، كل الحاجات مش معمول عليها سيلكشن، كل حاجه في مكانها تمام بالمنظر ده كده، وجيت قلت له موف ونسيت اني احدد المستويات بتاعتي كلها، ونسيت ان انا احدد الشكل بتاعي كله، وجيت وقفت عند ده وابتديت اتحرك، زي ما انتم شايفين هو خد المستوى اللي انا عملته بالاوفست بس. لو انا جيت خدت ده ابتديت اتحرك، زي ما انتم شايفين بيبتدي يعمل ستريتش للشكل تمام، لان انا ما اخترتش الشكل كله، هو فهم ان انا عايز احرك الايدج الاولانيه دي بس، فهيبتدي يسحب معايا المستوى بتاعي او الشكل بتاعي كله من هنا، لكن ما عمليش موف، ما شالش الشكل كله، هو حركه، حرك الشكل معايا من الجزء ده. فطبعا مش هو ده اللي انا بكون عاوزه، انا بحتاج امر ستريتش صحيح، بس انا دلوقتي بتكلم في امر موف. يبقى زي ما اتفقنا ان انا هحدد الحاجه اللي انا عاوز احددها الاول، وبعد كده هدخل على الامر اشتغل عليه، ساعتها مش هيبقى في اي مشاكل بالنسبه لي تمام. طيب دلوقتي الشكل بتاعي ظاهر قدامي بالمنظر ده، وانا محتاج اني اعمل منه كوبي. هقدر اعمل كوبي هنا ازاي على برنامج السكتش اب؟ هختار الامر اللي هو مو تمام، وبعد كده انا هنا ما اخترتش المستوى اللي انا محتاج ان انا اعمل له كوبي. لو انا اخترت مستوى واحد بس وابتديت اتحرك بيه، زي ما اتفقنا هيبتدي يتعامل مع المستوى ده بس، انا محتاج ان انا احرك الشكل ده كله، هقول له كنترول ايه كده الشكل كله بتاعي اتحرك. بعدين هدوس على زرار الكنترول في الكيبورد وهفضل دايس، زرار الكنترول في الكيبورد وهفضل دايس، وهختار اي نقطه على الشكل وابتدي اتحرك بيها. زي ما انتم شايفين هو بياخد منه كوبي وبيحطها لي مكان ما انا عاوز، ايدي على الكنترول وهبتدي اختار النقطه واتحرك بالترتيب كده، ايدي على الكنترول هختار النقطه على الشكل وابتدي اتحرك تمام. الموضوع كده مفيش فيه اي مشكله، اهم حاجه بس ان انا اكون عارف انا عامل سيلكشن لايه، علشان ما يعملش سيلكشن لحاجه معينه وانا ما اكونش هي دي الحاجه اللي انا عاوز اتعامل معاها. كذلك الحال بالنسبه لو انا محتاج اني اعمل ستريتش. امر ستريتش زي ما اتفقنا واحنا بنشرح الامر بتاع موف، انا لو جيت عندي الشكل ده كله ومحتاج ان انا اعمل له ستريتش مثلا في الاتجاه اللي جاي علينا، اللي جاي ناحيه الشاشه ده اللي هو من هنا كده، عايز اشده، عايز امط الشكل، هعمل ايه؟ لو انا كنت محدد الشكل بتاعي كله واخترت نفس الامر اللي هو موف هنا، هو فاهم ان انا كده هحرك الشكل كله، هعمل له موف من مكان لمكان. لكن لو انا اخترت الامر، اخترت مستوى واحد بس على الامر، كاني اخترت حافه واحده او اخترت ناحيه واحده هشده منها، زي ما انتم شايفين انا ما كنتش عامل سيلكشن عليه، علشان كده لما اخترت منه حافه واحده بس وابتديت اتحرك ابتدى يعمل له ستريتشنج بالمنظر ده تمام. لكن لو انا محتاج ان انا احرك الشكل كله، هعمل له مثلا سيلكشن كنترول اي وهبتدي اتحرك بي كده، هو بيحرك الشكل كله معايا بالمنظر ده. محتاج ان انا ارجع تاني علشان اعمل له ستريتش، هرجع تاني ادوس على السلك وهختار مستوى واحد بس وهبتدي اتحرك منه، هيعمل الستريتش في المستوى ده بس تمام كده. يبقى احنا كده اتكلمنا في امر ستريتش، اتكلمنا في امر كوبي، اتكلمنا في الامر بتاع الموف والاوفست والبوش والبول. فاضل معانا شويه اوامر تانيه، اهمها طبعا امر الروتيت. امر الروتيت هو امر سهل جدا، بس الفكره كلها ان انا اكون عارف بستخدمه ازاي تمام. انا دلوقتي عامل سيلكشن على الشكل بتاعي ده كله، وبعد كده جيت هنا اخترت امر روتيت. هتلاقي بعد ما اخترت امر روتيت ظهرت لك منقله بالمنظر ده. لون المنقله بيحدد هي عموديه على انهي اتجاه، زي ما اتفقنا. يعني انا المنقله بتاعتي لونها ازرق، لو انا جيت حطيتها كده هلاقي ان هي عموديه على الخط اللي باللون الازرق، لو انا جيت خليتها هنا لونها اخضر كده هي عموديه على الخط اللي باللون الاخضر. فانا محتاج ان انا المنقله بتاعتي دي الف بيها الشكل ده، اعمل روتيشن للشكل ده. طب انا محتاج اعمل الروتيشن يمين وشمال، ولا محتاج اعمل الروتيشن لورا وقدام، ولا محتاج ان انا احرك الشكل كله من مكانه؟ انا محتاج اني اعمل انهي واحده في دول؟ لو انا محتاج ان الشكل زي ما هو قدامي كده بالمنظر ده اهو حاجه كده، احركه يمين وشمال، يعني اخليه مايل واخد زاويه مثلا 45 درجه يمين او زاويه 45 درجه شمال، هعمل الاتي. اخترت امر روتيت، هخلي المنقلة عمودية على المستوى اللي أنا هشتغل من ناحيته، مش المستوى اللي أنا هشتغل عليه، المستوى اللي أنا هشتغل من ناحيته، لأن أنا هنا مفيش مستوى واحد بس اللي أنا شغال عليه، أنا هنا شغال عليهم كلهم، لأن أنا محددهم كلهم. لكن لو أنا كنت جيت محدد المستوى ده بس، واشتغلت على المستوى ده بس،
هو هيعمل روتيشن للمستوى ده بس، هتلاقي ان الشكل كله بقية الاجناب كلها ثابتة، والشكل ده بس هو اللي بيتحرك يمين وشمال. المستوى ده بس هو اللي بيتحرك يمين وشمال، اللي هي الحيطة اللي قدامنا دي، هي دي بس اللي هتلف معايا يمين وهتلف معايا شمال، لكن بقية الشكل الحيطة اللي من الجنب اللي هي دي، والحيطة اللي ورا دي، والحيطة اللي فوق، والحيطة اللي تحت اللي هو الأرضية، كل ده هيبقى ثابت. اللي هيتحرك أنهي واحد؟ اللي هيتحرك ده بس. الكلام ده في حالة إيه؟ في حالة إن أنا عامل سيلكشن على المستوى ده بس، لكن أنا هنا عامل سيلكشن على الشكل كله، فالحركة هتبقى للشكل كله. بعد ما بدوس على امر روتيت وانا اوريدي عامل سيلكشن على الشكل بتاعي، بختار الناحيه اللي انا هتحرك من ناحيتها، فهثبت مثلا المنقله هنا كده. انا ثبتت المنقله مش اكتر. انا لو فضلت الف من هنا لبكره زي ما انتم شايفين كده، هو ما بيلفش اي حاجه معايا. انا كل اللي انا عملته ان انا ثبتت المنقله في النص. بعد كده هيطلب مني ايه؟ بعد كده هيطلب مني اقول له فين دراع المنقله. كاني هلف الشكل بتاعي حوالين نقطتين، نقطه ثابته والنقطه الثانيه انا اللي بختارها عشان يلف حواليها. هنا انا ثبتت المنقله، ده السنتر بتاع المنقل، ده السنتر اوف روتيشن. طب وهنا انا كده بحدد الدايركشن اوف روتيشن. لو انا جيت اخترت النقطه بتاعت المنقل هنا وبعدين مشيت لغايه هنا او لغايه الاخر، تمام، انا كده حددت له ان انا عايز احرك الشكل بتاعي كله يمين او شمال. اخترت هنا دي تاني نقطه وابتديت اتحرك، زي ما انتم شايفين الشكل بيتحرك معايا كله ناحيه اليمين او ناحيه الشمال بالمنظر ده، تمام. الموضوع بيعتمد على مكان المنقلة وعلى دراع العزم اللي انا بحرك حواليها او دراع الروتيشن اللي انا بحرك حواليها. طيب انا خلاص خلصت الروتيشن من الناحية دي، عملت سكيب وعاوز اعمل روتيشن من الناحية التانية. انا مثلا مختار الشكل كله وعاوز اعمل له روتيشن من فوق، وانا عامل عليه كله سيلكشن. هختار المنقلة هنا وهمشي بدراع العزم للناحية دي وهعمل روتيشن. الروتيشن هنا هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده زي ما انتم شايفين. تحت كان الروتيشن زاوية 45 درجة يمين او زاوية 45 درجة مثلا شمال. طب هنا لا، هنا هو عنده نقطة وبيلف في الشكل بتاعه حواليه، اللي هي اللي في النص دي، وبيلف حوالين النقطة اللي على اليمين، تمام. الموضوع سهل جدا، هي بس الفكرة ان انا المنقلة بختار لها نقطتين، نقطة بثبتها ونقطة بختار منها طريقة التحرك. فمثلا رجعت الشكل بتاعي زي ما كان بالمنظر ده اهو، خلاص خرجت من الامر. عاوز اعمل بقى ان انا احركه اخلي وشه ده في الناحيه دي. اعملها ازاي؟ اعملها زي ما اتفقنا من فوق، ونفس الكلام من هنا، اختار النقطه دي واختار النقطه دي وابتدي اتحرك زي ما انتم شايفين. هنا هو بيعمل له روتيشن طول وعرض اهو. يبقى انا يا اما هميله بزاويه في نفس اتجاهه، يا اما هخلي القايم بتاعه قاعد والقاعد بتاعه قايم، يا اما هخليه يبص ناحيه اليمين بدل ما هو باصص ناحيه الشمال، وهكذا. الموضوع ما بيتحسبش كده او ما بيتفهمش كده، هو هيتفهم واحنا شغالين لما نيجي نعمل روتيشن لاي حاجه معينه او اي شكل غير الشكل المصمت ده. ساعتها الدنيا بالنسبه لي هتبقى سهله والموضوع هيتفهم. احنا بس دلوقتي بنتعلم ازاي نشتغل على الامر، تمام. وزي ما انتم شايفين انا ظاهر عندي تحت برضو ان انا لو دوست على الكنترول هيعمل لي كوبي. طب تعالوا نجرب. لو انا مثلا جيت هنا فاتح امر روتيشن وعامل سيلكشن على الشكل كله، واخترت المستوى ده اللي انا هحرك من ناحيته، ودوست كوبي، اسف، دوست كنترول وفضلت دايس، وابتديت اتحرك زي ما انتم شايفين، هو بيعمل كوبي من الشكل. الشكل القديم موجود ما بيتغيرش او ما بيتشالش، وبيعمل لي روتيشن، والشكل اللي هيحصل له روتيشن هو ده اللي هيفضل موجود. يعني هو ممكن يثبت لي الشكل بتاعي حاجه بالمنظر ده كده، تمام. ممكن يثبت لي الشكل بتاعي حاجه بالمنظر ده ليه؟ علشان انا دايس على امر كنترول تحت في الكيبورد. لو انا شلت ايدي من على الكنترول وقلت له سكيب، خلاص هو فهم ان انا مش محتاج اعمل اللي انا عاوز اعمله ده. احنا بس علشان نفهم الفرق بين الاثنين، لو انا جيت عملت السيلكت وخرجت، انا مش محتاج ان انا اكون عامل سيلكشن على كل حاجه عندي على الشكل. انا محتاج مثلا ان انا اعمل سيلكشن على مستوى واحد بس من الست مستويات بتوع الشكل بتاعي، تمام. فلو انا عندي الشكل بتاعي كده وجيت عملت سيلكشن على ده بس كده، انا ايه اللي معمول له هنا سيلكشن؟ ايه المستوى اللي انا مختاره في الشكل ده؟ ايه المستوى اللي انا لما اتعامل على اي امر من الاوامر دي هو اللي هيشتغل معايا؟ ده بس. طب لو جيت بصيت كده زي ما انتم شايفين، مفيش اي حد فيهم منقط زي ما ده كده منقط. منقط دي معناها ان هو كده سيلكت، هو ده المستوى اللي انا هتعامل معاه. وجيت رحت مختار امر روتيت، هيقول لي فين المنقله؟ هقول له المنقله اهي، فين النقطه الثانيه؟ اهي. ابتديت اتحرك.
زي ما انتوا شايفين، بصوا ايه اللي بيحصل. المستوى ده بس هو اللي بيتحرك، المستوى ده بس هو اللي بيحصل له روتيشن، بيعمل لي حاجه عامله زي التورشن. انا مش محتاج كده، انا محتاج ان انا لما اعمل روتيشن اعمل روتيشن للشكل كله، الا اذا كنت انا مثلا عايز ارسم شكل معين وشايف ان دي طريقه رسمه، فانا هعمل حاجه زي كده، هختار مستوى واحد وابتدي اميله، تمام. لكن لو انا محتاج الشكل كله يتحرك، لا، انا هعمل كنترول ايه الاول وبعد كده هختار الامر كنترول ايه، بعد كده هختار امر روتيشن، او لو انا اوريدي جواه وهثبت المنقله بتاعتي هنا، ولما اجي اتحرك هلاقي ان الشكل بتاعي كله بيتحرك، تمام. بس الامر سهل جدا ومفيش فيه اي مشكله، محتاج بس ان الواحد يطبقه بيه. ايه تاني من الاوامر عندي؟ عندي امر اسمه امر سكيل. امر سكيل ده ببساطه بيعمل تكبير او تصغير للشكل اللي انا رسمه قدامي. طب لو انا جيت اخترت امر سكيل كده، هتلاقي ان ظهر عندي على الشكل بتاعي كله نقط. النقط دي هي اللي انا باجي اقدر اتحرك عليها واقدر منها اغير الحجم بتاع الشكل بتاعي او الابعاد بتاعت الشكل بتاعي. زي بالظبط ما بتكون عندي فتحه اي ويندو كده في الويندوز عندي على الكمبيوتر مثلا، ومحتاج ان انا اعمل لها مينيمايز او ماكسيمايز، او ان انا اكبرها او اصغرها او اي حاجه من الحاجات دي. فالامر سهل جدا، انا قلت له سكيل وهبتدي مثلا اخترت النقطه دي وهبتدي اتحرك بيها، وزي ما انتم شايفين تحت انا ظاهر عندي ثلاث قيم. ثلاث قيم للنقطه دي. النقطه دي ارتفاعها مثلا من الارض قد ايه، او هي بادئه بقد ايه، وانا بمشي بيها يمين قد ايه، وهكذا. فتمام، انا وانا شغال بقدر ان انا اتحكم في الارتفاع بتاع النقطة، وان انا اقدر احط النقطة بتاعتي بحيث ان هي شكلها بيتغير وبيغير لي شكل المستوى بتاعي اللي انا كنت شغال عليه كله من الاول للاخر. نفس الكلام هنا، حاجة بالمنظر ده هقدر اطلع او انزل بيه وهعمل سكيلنج للشكل بتاعي، مفيش فيه اي مشاكل. تمام، النقطة دي اهو هتحرك بيها رايح جاي، لو انا محتاج ان انا اعمل له مثلا استرتش، او لو انا محتاج ان انا امسك نقطه من النقط دي وابتدي اتحرك بيها يمين وشمال، الموضوع مش هيكون فيه اي مشكله. تمام كده، بس كده احنا خلصنا الاوامر اللي انا ممكن استخدمها علشان ارسم حاجه 3D. طيب لو انا محتاج ان انا اعمل مثلا تكست على البرنامج، هيظهر عندي حاجه هنا اسمها التكست. كل اللي انت هتعمله ان انت هتختارها وتقف في اي مكان وتحدد المكان اللي انت عاوز تبتدي منه كتابه، فليكن هنا مثلا، هتلاقي ظهرت لك زي مربع للكتابة، أو ظهر لك مكان تقدر تكتب فيه، هتكتب فيه اللي أنت عايز تكتبه، حاجة بالمنظر ده مثلا أهو، أمر تكست، هتختار هنا مثلا هيقول لك إنتر تكست، هتبتدي تكتب فيه مثلا سكتش أب، خلصت، قول له إنتر، إنتر، تمام. طالما أنا اخترت الأمر هيقول لي حط انت عاوز تكتب فين، هتقول له هنا مثلا، هيقول لك دخل التكست بتاعك. فلو انا كتبت مثلا اول حاجه كتبت مثلا محمد ودوست انتر ما خرجش من الامر، كتبت مثلا احمد دوست انتر ما خرجش من الامر، لو انا هنا ما كتبتش اي حاجه في السطر الثالث ودوست انتر، كده هو فهم ان انا خلاص مش عاوز اكتب اي حاجه ثانيه، هيخرج ساعتها من الامر. تمام، يبقى انا هو بيعتمد على ان انا اخر سطر كتبت فيه ولا لا، لو انا ما كتبتش فيه ودوست انتر هيخرج من الامر. تمام كده، تمام. دلوقتي انا خلصت الشكل بتاعي وعرفت ازاي ان انا بتعامل مع كل الادوات اللي انا بقدر استخدمها دي، وهعمل دلوقتي شكل بحيث ان انا اظهر فيه الكلام الانتيريور زي ما اتفقنا كده، وان انا ازاي ان انا اغير في الالوان، وان انا اغير في اشكال الحيطان، وان انا احط اي كومبوننت بحيث ان هو يظهر عندي شكل واقعي، مثلا كرسي، كنبه، تلفزيون، اي حاجه من الحاجات دي، حاجه زي كده. انا هعملها ازاي؟ بدايه انا لو مثلا جيت رسمت ريكتانجل بالمنظر ده كده، تمام، ريكتانجل عادي، وجيت استخدمت امر بوش وبول وقلت له انا محتاج ان الارتفاع بتاعي ده، فلنفترض مثلا عاوزه يكون 6 متر، ظهرت قدامي حاجه بالمنظر ده، هنعتبر ان ده ارتفاع اوضه معينه، او مثلا نخليه اصغر شويه، يعني نخليه 4 مثلا، ننزله 2، حاجه بالمنظر ده كده، صاله، اوضه، اي حاجه من الحاجات دي، وانا عايز ابتدي اشتغل عليها. طيب هشتغل عليها ازاي؟ بدايه انا عندي حاجه هنا اسمها السكشن بلين، فانا لو جيت اخترت السكشن بلين دي هيقول لي انت محتاج ان انت تقطع في انهي مكان، محتاج ان انت تعمل سكشن في انهي مكان.
خلينا متفقين ان البرنامج اول ما بنعمل اي شكل ونعمله بالبوش والبول بيعمله ليه كفرز، يعني ليه جوانب وليه سقف وليه ارضيه، بس من جوه فارغ فاضي. تمام. فانا لو جيت دلوقتي قلت له انا عايز اعمل سيكشن، هعمله ازاي؟ هختار سيكشن بلين اللي هي دي. هيقول لي انت محتاج تفتح من انهي مكان؟ هقول له هنا مثلا، زي ما انتم شايفين فتح لي الشكل بتاعي بالمنظر ده. هل انا محتاج ان انا خط العمل ده افضل دايما شايفه وانا شغال كده؟ لا. طيب انا هشيله حاجه، هشيل خط العمل ده منين؟ من حاجه اسمها ديسبلاي سيكشن بلينز. ده بيتحكم في خط العمل بتاع القطع او خط القطع بتاعي يظهر ولا ما يظهرش. انا مش محتاج اني اشوفه، هشيله من هنا. فلنفترض انا خلصت شغل في البارتيشن ده ومحتاج ان انا ارجع اقفله تاني زي ما كان. هعمل حاجه زي كده ازاي؟ عندي حاجه هنا جنب الديسبلاي سيكشن بلينز، حاجه تانيه اسمها ديسبلاي سيكشن كاتس. ده كات اللي انا عامله ده قطع في الشكل انا هنا شايفه. لو انا عاوز ارجع تاني الشكل يتقفل عليه بحيث ان الشكل الداخلي ده ما يبقاش ظاهر ويظهر عندي الشكل الخارجي بس، الكفر الخارجي ده بس، هقفل دي من هنا كده ديسبلاي سيكشن كاتس. لا، انا مش عاوز اعمل ديسبلاي، انا عاوز اقفل رجع الشكل تاني زي ما كان. يبقى انا بعد ما عملت الريكتانجل بتاعي بالبول والبوش هعمل حاجه بالمنظر ده، عايز اعمل فيها قطع هعمله بالمنظر ده. طيب انا دلوقتي مش عايز خط القطع ده يفضل باين، هشيله من هنا كده، ظهر قدامي الشكل من جوه، عايز ارجعه تاني هرجعه من هنا. زي ما اتفقنا ان البرنامج واقعي جدا وان انا ممكن من خلاله اني اعمل حاجات بحيث ان انا اخد منه 3D موديل يبقى واضح جدا وان انا اقدر انفذ منه على طول. الحاجات اللي موجوده في الديفولت تري سواء اللايرز سواء الستايلز سواء الشادوز او الكومبوننتس، الحاجات دي كلها بتبقى نازله مع البرنامج ليها حاجات معينه. يعني ايه؟ يعني البرنامج نازل معاه شويه لايرز، نازل معاه شويه كومبوننتس، اسف بينزل معاه شويه كومبوننتس شويه ستايلز. اللايرز انا اللي بعملها، شويه ستايلز شويه كومبوننتس. الكومبوننتس دي ايه؟ كرسي مثلا، كنبه، شخص معين، تلفزيون، باسكت زباله، سلم، اي حاجه من الحاجات دي. تمام. طيب هل انا ممكن انزل حاجات اونلاين؟ علشان كده لو تفتكروا كان البرنامج في الاول بيقول لي انت هتفتح وانت اوفلاين. هل انت عارف ده؟ هل انت فاهم ان انت هتفتح وانت اوفلاين، هتفتح البرنامج وتشتغل عليه وانت اوفلاين؟ كده انت مش هتعرف تنزل حاجه من الستايلز او الكومبوننتس وانت شغال. طيب لو انا محتاج انزل اي حاجه، اي حاجه، انا بس عشان دلوقتي ديسكونكتد ومش متصل بالنت، محتاج ان انا انزل اي حاجه من على النت، مثلا دولاب، ترابيزه مثلا، اروح جاي في 3D وور هاوس اللي هي موجوده في كومبوننتس هنا كده، وهكتب هقول له تيبل وهقول له سيرش، هيروح يدور على النت وهيفتح لي صفحات، مش صفحه واحده، حاجات كتيره جدا مليانه شكل ترابيزات. هلاقي الحاجه اللي انا عاوزها وبعد كده هنزلها، هتنزل معايا على البرنامج بتاعي على طول. تمام. يبقى انا اي حاجه من الحاجات اللي هنا، اي سيرش من السيرش دي، هو هيدخل على الوور هاوس وعلى طول لو هي مش موجوده عندي هينزلها لي اونلاين، مفيش اي مشكله. تمام. والحاجات اللي موجوده في الديفولت تري دي اتفقنا بنجيبها منين؟ من ويندو، من هنا كده. الديفولت تري اهي الحاجات اللي ظاهره عندي هي ايه؟ هي الماتيريالز والكومبوننتس والستايلز اللايرز. السينز ما تخصنيش دلوقتي فمش هتكلم فيها، وهكذا. تمام. طيب انا هبتدي بايه؟ هبتدي مثلا ان انا محتاج اعمل شكل للارضيه. انا عاوز الارضيه يبان فيها كان فيها مثلا رخام، او يبان كان الارضيه مثلا معموله كان فيها سجاده. طب هعمل حاجه زي كده ازاي؟ لما انا هاجي افتح من هنا كده اهو في الماتيريالز، هتلاقي الماتيريالز بتاعتك متقسمه، في حاجات اسفلت وكونكريت، في حاجات بريك، حاجات اللي ليها علاقه مثلا بالطوب والتجليد وكده، حاجات كاربت وفابريكس، اقمشه وسجاجيد وجلد وحاجات كده. طيب انا مش عاوز اي حاجه من دي وعاوز كلرز بس، هتلاقيها موجوده. لو انت عاوز حاجه للمرايات او الازاز، جلاس اند ميرورز، موجوده اهي، وهكذا. طول ما انت ماشي هتلاقي مثلا حاجات ليها علاقه بالوود، هتلاقي حاجات ليها علاقه بالميه، حاجات ليها علاقه بالحجاره، وهكذا. فانا مثلا عاوز اعمل الارضيه دي تظهر وكان فيها سجاده اهي، كاربت مثلا، وهختار من هنا اي نوع من انواع السجاجيد دي، هقول مثلا فلنفترض دي. هيقول لي انت محتاج تنزله فين؟ هقول له هنا مثلا، زي ما انتم شايفين ظهرت قدامي نفس الحاجه اللي موجوده هنا، هي نفس الحاجه اللي موجوده هنا. طب انا ممكن اغيرها؟ اهو مثلا، اهو زي ما انتم شايفين كده حاجه بالمنظر. الحوائط مثلا، انا محتاج ان انا الحوائط بتاعتي كان مثلا فيها طوب، فهعملها ازاي؟ هاجي اقول له بريكو كلادنج، هتلاقي حاجه زي دي كده،
تختار دي وتقول له انا محتاج اعمل الحوائط بتاعتي حاجه بالشكل ده. الواجهه الداخليه بتاعت الاوضه مثلا او اي حاجه عايز تعملها، تعملها ازاي مثلا؟ تختار حاجه زي دي اهو، لو تعمل زوم ان هتلاقي اللي انت اخترته هو الحاجه اللي موجوده قدامك بالظبط. كده انت فلنفترض ان انت خلصت الكلام ده كله، ومحتاج ان انت تدخل شويه حاجات بقى، شويه كومبوننتس بحيث ان هي تظهر معاك في الشكل بتاعك. طيب هتدخل فلنفترض كنبه مثلا، وجيت بصيت في الحاجات اللي اوريدي موجوده عندك، هتلاقي كنبه موجوده تقريبا اهي، كاوتش اهي. انت مجرد ما بتختارها هيقول لك هتسحبها على الشكل، وهيقول لك انت محتاج ان انت تنزلها في اي مكان. فلنفترض مثلا في الجزء ده هنا، اتاكد بس ان هي كلها جوه الشكل وان هي اتحطت بمنظر مظبوط. طب انت دلوقتي مش شايف ومحتاج ان انت تشيل الناحيه دي علشان تبقى شايف ايه اللي جوه، هتقف على المستوى ده كليك يمين وتقول له هايد، شيله بس مؤقتا. تمام، الكنبه وضعها كويس زي ما انا بتكلم، مش مايله، مش محطوطه باتجاه معين او اي حاجه. فلنفترض ان انت الكنبه بتاعتك دي بعد ما حطيتها محتاج ان وشها ما يبقاش لبره كده، محتاج ان وشها يبقى ناحيه المستوى اللي احنا عملنا له هايد. يعني مثلا وشها يبقى الناحيه دي، وشها يبقى لينا احنا كده. طيب حاجه زي كده انا هعملها ازاي؟ امر الروتيت بقى زي ما اتفقنا اهو. طيب دلوقتي انا لو جيت عملت روتيت، هقف هنا مثلا ولا هقف هنا ولا هقف هنا ولا هقف في انهي حته؟ هثبت المنقله بتاعتي فين؟ فالطبيعي ان انا هثبت المنقله بتاعتي فوقيها. هثبت المنقله بتاعتي فوق الكنبه، ازاي؟ دلوقتي مش هقدر اعملها من المنظور بتاعي ده، محتاج ان انا اثبتها بالمنظر ده. هيقول لي فين الدراع بتاع اللف او فين دراع الروتيشن، هقول له مثلا هنا، وهبتدي احركها حاجه بالمنظر ده لغايه ما تثبت. تمام، ادي الكنبه بتاعتي زي ما انا كنت عاوزها تكون موجوده بالظبط. وحاجات بقى تانية كتيرة جدا انا ممكن ان انا ادخل اي حاجة انا محتاجها، مثلا شجرة زي شجرة الكريسماس دي اهي، حاجة كده. طيب انا مثلا بعد ما دخلت الشكل بتاعي ولقيتها ان هي كبيرة جدا، هل اقدر اصغرها؟ اكيد مفيش مشكلة. هتصغرها ازاي؟ بعد ما تدوس على امر سكيل كده هتلاقي ظهر لك السكيل فوق اهو، هتبتدي تصغرها لتحت اهو حاجة كده مثلا، بس هي اوريدي كبيرة على الشكل بتاعي، فبالنسبة لي هتكون مشكلة يعني. فتمام، هو تقريبا اخد منها غصن واحد بس، وبعد كده هتحركها وتحطها مكان ما انت عاوز. الموضوع سهل جدا، مش اكتر من ان انت تفتح البرنامج وتبتدي تشتغل عليه، وهتلاقي الموضوع بالنسبة لك تافه، مفيش فيه اي مشكلة، تحتاج بس ان انت تشغل ايدك عليه وهكذا. خلاص، ادي دي الشجره بتاعتي، حطيتها مثلا هنا، وحاجات بقى تانيه كتير زي ما اتفقنا. واي حاجه مش موجوده عندي هنا انا ممكن اني انزلها من على الوير هاوس. تمام، كده احنا خلصنا تالت سيشن. ان شاء الله من اول المره الجايه هنبتدي بقى شغل في المشروع بتاعنا، هنحط الشكل بتاعنا قدامنا ونبتدي نطبق فيه مثلا اي اداه من الادوات اللي هنا كده، علشان واحنا شغالين نبقى بنتعرف على الادوات وفي نفس الوقت شغالين على البروجكت، علشان بعد ما الكورس يخلص اي حد يقدر ان هو يعمل بروجكت زي اللي هنشتغله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.